أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأت مقالا لأحد الكتاب يمدح فيه الأشاعرة ويرى أنهم هم أهل السنة والجماعة، وذكر أنه المذهب العلمي الدقيق، ونسب ذلك إلى بعض العلماء كالنووي وابن حجر وابن تيمية، وذلك عند مناظرته لصفي الدين الهندي في مجموع فتاواه. يقول الشاعر: وللناس فيما يعشقون مذاهب. هذا يعشق مذهب الأشعرية ويريد أن يمدحهم، يريد أن يمدحهم، وهذا ليس بصحيح. الأشعرية عندهم خطأ وعندهم ضلال في العقيدة، فكيف يمدحون ويقال أنهم أفضل من غيرهم مع ما عندهم من الأخطاء والمخالفات؟ نعم.